الفل عليك يا استاذ محمد. صباح الفل على حضرتك. نور الدنيا. صباح الفل. صباح الهنا. صباح الفل يا استاذ. وكان معانا خبر حلو، فكره هنا استضافه مصر لدوره الالعاب الافريقيه 2027، و يعني بطوله كبيره وبطوله محترمه جدا، وكنا بنتكلم ان مصر عندها حلم ان هي تبدا تخش اكتر في البطولات العالميه اللي عليها تركيز كبير، وقلنا ان شاء الله يبقى في كمان اولمبياد 2036. كل دي كانت طموح وكانت فكره في الاول، الحمد لله ماشيين في طريق سليم. خلينا نبدا بالبطوله الافريقيه على ارضنا، وايه المكاسب كمان؟ يعني هنتكلم عن تفاصيل البطوله طبعا، بس ايه المكاسب ورا كمان هذه البطوله لو ان شاء الله واعتقد هتتم بشكل ناجح جدا؟ هو خلاص امبارح مساء تم يعني رسميا اعلان استضافه مصر لدوره العاب افريقيه 2027 بعد غياب 36 سنه. احنا كلنا واحنا صغيرين حتى يعني كان الاغنيه بتاعت عمرو دياب كانت يعني عالقه في اذهان كل الناس، اللي هي بالحب اتجمعنا. ايوه مظبوط. فكان كل الناس اصلا كان بالنسبه لها ذكرى دوره العاب افريقيه متعلقه بالمشهد ده، فانه مصر تقدر انها تنجح تستضيف دوره العاب افريقيه بعد غياب الفتره الطويله دي كلها عن الساحه المصريه، خصوصا ان مصر من الدول الكبيره على مستوى افريقيا. يعني انت في خلال ال 36 سنه دول في قدرت دول كتير انها تنظم الدوره مره واثنين. واحنا كنا غايبين ليه عن تنظيمها لمده 36 سنه؟ بعض الاشياء انت كده كنت مش مهتم شويه بانك تنظم حدث افريقي، خلاص بالنسبه لك شايف انه الاحداث العالميه اللي اقدر انا انظمها كوس عالم، سواء بقى في العاب مختلفه او ان انا اركز في ان انا اجيب دوره العاب او كاس الامم الافريقيه لكره القدم. احنا نظمنا خلال السنوات اللي فاتت بطولات كتير جدا، يعني كان مثلا اخرها 2019 تم اسناد التنظيم لمصر قبل البطوله بست شهور، مع ذلك كانت الدوله المصريه حاضره بقوه انها تقدر انها تنظم البطوله بشكل ابهر كل الاخوه الافارقه. على ذكر الكؤوس، ايه رايك بعد الانجاز المحترم اللي حققوه طبعا منتخب مصر للرجال كره السله وفوزهم بلقب كاس افريقيا اللي هو بنظام 3 في 3؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، هي اللعبه في مصر خدت شكل تاني مختلف كتير. اولا هو بس عشان نشرح للناس بسرعه كده ايه الفرق بين 3 على 3 و5 على 5، هو ال5 على 5 الشكل التقليدي بتاع كره السله، فرقتين بينزلوا يتبارو في الملعب، كل فريق بيبقى عنده الباسكت بتاعه بيحاول انه يدافع عنه ويسجل في مرمى المنافس بتاعه. القايمه بتاعتك بتكون 12 لاعب، بيكون موجود في ارض الملعب 5 لعيبه، التغيير بيكون مفتوح تقدر تغير في اي وقت، بيكون في كوتش واقف على الملعب على الخط، التسجيل من داخل القوس بنقطتين، من خارج القوس بثلاث نقاط، اي فاول اللي هو قوانين الباسكت العاديه اللي الناس كلها عارفاها. اوكي. الثلاثه على ثلاثه الدنيا فيها شويه مختلفه، قاع اللعب اسرع بكتير، زمن الهجمه 12 ثانيه، احنا في الخمسه على خمسه زمن الهجمه 24 ثانيه، زمن المده الفعل اللعبي المده الفعليه بتاعت اللعب في الثلاثه على ثلاثه 10 دقائق، في الخمسة على خمسة 40 دقيقة. أوكي. فهو إيقاع اللعب في الثلاثة على ثلاثة أسرع بكتير، أمتع بالنسبة للي بيلعب خمسة على خمسة، يعني دايما الناس اللي بتلعب وأمتع لأصحاب المهارات بصفة خاصة. ده حقيقي ده، حتى هتلاقي كل اللعيبة اللي موجودين في المنتخب ده حقيقي بقى. تلاقي اللعيبة مش اللي هو صاحب البنيان القوي أكتر هو اللي بيكون ليه مكان في لازم يكون مهاري، خفة حركة، بيقدر يخترق الدفاعات، عينه حلوة بالنسبة لزمايله، لأن أنت أوقات كتير جدا بيتعمل عليك لانه هو خلاص هو بورد واحد. أيوة دي من ضمن الحاجات طبعا اللي كنا برضو نتكلم عنها، انت ما فيش بوردين، يعني فيش سلتين طبعا بيلعبوا، وانت هي سله واحده بس متقسمه، هو نص ملعب بيتلعب عليه، فانت اوريدي لما بتسجل المنافس بتاعك بياخد الكوره ما يقدرش انه لازم يبني هجمه، بنى الهجمه لازم الكوره تطلع بره منطقه القوس وتقدر بعدها انك تعمل اختراقات او تمرر للاعب اللي واقف تحت الباسكت يقدر انه يسجل. زي ما بيلعبوا في الكوره كده جول مشترك، زي جول مشترك كده يعني كده. هي دي نفس الشكل. المنتخب مصر قدم اداء كبير جدا في كاس الامم الافريقيه اللي اتلعبت دي، احنا كده استضفنا امم افريقيا للناشئين تحت 17 سنه والفيرست تيم اللي هو المنتخب الكبار. الناشئين والناشئات قدرنا ان احنا نفوز باللقب تحت 17 سنه، كسبنا منتخب المغرب في الفاينل في سواء الولاد او البنات. المنتخبات بقى الكبار كسبنا منتخب نيجيريا في الفاينل، كان ماتش قوي جدا وقدم فيه نجم الاهلي عمرو زهران مستوى مميز وختم البطوله، وختم اصلا فوز مصر بدنك
هايل نالح، جاب كل الناس اللي كانت بتشاهد المباراه حتى من ارض الملعب او من على على اليوتيوب يعني او شاشه التلفزيون. منتخب الباسكت السيدات كان قدامه يعني سوء توفيق بشكل مش طبيعي، ان انت خسرت في اخر ثانيه 21-20، وده اصلا قليل جدا ما بيحصل في، لانه انت في الباسكت لو كان الوقت الاصلي اللي هو 10 دقائق انتهوا والنتيجه 20-20 كان هيروحوا لاكسترا تايم، بس ما بيبقاش بزمن، بيبقى لازم الفرقه تسجل نقطتين ورا بعض. اوكي. وانت في زي ما كنا بنقول 3 على 3 تسجيل النقطه من داخل القوس بنقطه واحده، من خارج القوس هي اللي بتبقى بنقطتين. أوكي. فكان لازم سواء مصر او كينيا كان هيسجل هجمتين او كورتين متتاليتين من داخل القوس، او براميه بقى ثلاثيه او اللي هي من خارج الثنائيه بقى من خارج القوس عشان يقدر ان هو يفوز باللقب. لكن هو حظهم كان سيء، لان الكوره كانت خلاص يعني مع البازر تايم بلغه الباسكت زي ما بيقولوا ان هي في اللحظه الاخيره. طيب استاذ محمد هروح معاك لسؤال عام شويه، وفكره هنا اولمبياد اي اولمبياد يعني قادمه، هي باريس فهنتكلم عنها تحديدا، بس فكره ان انا ببتدي بكل الرياضات والابطال بتوعي باهلهم، وكل اتحاد بيشتغل على معسكرات وديات وغيره. حاجه اقول لحضرتك، احنا عندنا رياضات كتيره متألقين فيها في الفترة الأخيرة على مستوى السيدات والرجال، ومنتخباتنا قوية جدا، لكن المشكلة بتبقى إن أنا الاستعدادات بتاعتي ما بتبقاش كافية مقارنة بالمنافسين على مستوى العالم. دي مشكلة قائمة وأسبابها كتيرة جدا، والأهم أو أهم سبب هو العامل المادي. في رياضات ما عندهاش سبونسرز، في رياضات بتحقق لي ميداليات لكن ما فيش اهتمام مادي تماما وغير كافي تماما، بعيد قوي يعني. هنستمر كده لامتى؟ وعلشان اقدر اقول ان انا ببتدي اجهز بشكل او بصوره مختلفه، لان انا بعد طوكيو قلت يا جماعه هيبقى في اختلاف في باريس، كل الاتحادات وكل رؤساء الاتحادات مع احترامي طبعا، وده لازم كان يبقى في خطاب بهذا الشكل، قال لك اه طبعا احنا هنقدم شيء وصوره افضل. طب عشان اقدم شيء وصوره افضل لازم يبقى عندي شغل مختلف، عشان لو انا نفس الشغل هيديني نفس النتيجه. هل احنا فعلا عندنا شغل مختلف؟ هل عملنا معسكرات خارجيه؟ هل عندنا دلوقتي بادجت اكبر؟ يعني هل ده على الواقع محقق؟ لا، لازال حتى اللحظه انه الاتحادات اعتمادها الاساسي على دعم الدوله، ممثله طبعا في وزاره الشباب والرياضه، انه يعني وده يكاد يكون 10% من متطلبات. طيب. كل الاتحادات او كل المنتخبات، فانت بتشتغل حسب المبالغ الماليه اللي بتوصلك او الاجزاء اللي هو انت مستحقات اللي تقدر تاخدها. حتى بعد التدعيمات الرئاسيه اللي حصلت في الفتره الاخيره والتوجيهات بان كل الاتحادات دي يكون عندها ما يكفيها من امكانيات ماديه، بحيث ما نشوفش المشاكل اللي كانت بتحصل في الرياضات الفرديه الفتره الاخيره. ده بيحصل على ارض الواقع، لكن المشكله انت عندك ازمات عالمية بتصب على الواقع بتاعك انت. انت عندك ازمات كبيرة جدا، ارتفاع سعر الدولار، في حاجات كتير جدا خارجة عن ارادتك، مش بايدك يعني. انت تذاكر الطيران اوريدي كده كده غليت على كل الناس، على كل الاتحادات. الاقامة نفسها بقت بالنسبة لك انت بتيجي تقيسها، ما بتقيسهاش بقى بعملتك، انت بتقيسها باليورو بالدولار. هتكلفك قد ايه معسكر زي ده؟ فانت هو بيكون قدامك حل من اتنين، يا اما تقدر ان عندك لعيبه وعندك منتخب قوي فتقدر انك يعني انت تستضيف بقى المنتخبات الكبيره دي، تيجي ان انت بيبقى في زي تعاون مشترك، انت هتقدم تروح تقعد عندهم معسكر في بلدهم وهو شامل التكاليف، وان هم يشيلوا التكاليف والاقامه وكل الحاجات دي، وبالمثل نفس الامر انت تعمله عندك هنا. انا شايف انه ده هو الحل المثالي في التوقيت اللي احنا فيه، انتظارا لما سيتم بعد باريس، لان اعتقد انه هي الامور خدت منحى اكبر بكتير من ان احنا كنا شايفينه قبل كده. احنا كنا بنعاني اصلا كتير جدا على انه الرياضات دي مش واخده حقها، الرياضات دي محدش واخد باله منها، محدش بيهتم بيها. لا، بامانه في طفره كبيره جدا في الاهتمام بالالعاب الاخرى وبالرياضات الاخرى من 10 سنين. ما تهتم بيا، اهتم بيا بس ترجم ده بفلوس. لا، ده حقيقي، ده يعني حقيقي. بس فين البادجت يا استاذ محمد؟ خلينا نتكلم شويه يعني ارض واقع ملموس.
الاهتمام موجود والدعم النفسي معنوي. موجود والمعنوي موجود ونشوف وزير الشباب والرياضة بيروح دلوقتي يستضيف أو بيروح يقابل ويستقبل الأبطال بتوعنا لما بيرجعوا كمان من بطولات مختلفة. مزبوط. ده شيء وبيعملوا تكريمات كل فترة بأسماء وأنا كل الكلام ده أنا شاهد عليه بنفسي بشوفه بصراحة يعني وعارفة اللي بيحصل في الوزارة وهناك أصدقائنا ناس كتير وزملاء لينا بس القصة كلها مع كل الدعم المعنوي الرائع ده والمطلوب لازم يكون في اختلاف على أرض الواقع من ناحية البادجت. أنا عارفة أن وزارة الشباب والرياضة عندها يعني قدرات معينة لكن لأنه في تحديات كتير جدا سواء أولمبي طيب. أو غير أولمبي أو أنت هي دي. ومطالب أن أنت تهتم بكل الحاجات دي والوزارة برضو دخلها جاي من التخصص اللي بيكون ليها البادجت من مجلس الوزراء يعني الموضوع كله مفهوم بس أنا بقى إيه اللي هقدر أعمله ما كل رئيس اتحاد برضو لازم يفكر في أفكار الشركات الوطنية رجال الأعمال وسيدات الأعمال لازم يبقى ليهم دور في دعم الرياضيين المصريين هي يعني سيركل واحدة بس لا تتم برضو بالشكل الأمثل يعني هو الموضوع انت محتاج منك خطه قصيره الامد وخطه طويله الامد عشان تقدر تقول ان انا هكتفي زي ما بيحصل احنا يعني كلنا كنا بنشوف حتى وده اتقال في كتير من حتى يعني دكتور اشرف صبحي نفسه كان قال ان انا ولا بدعم اهلي ولا زمالك خلال الفترات اللي فاتت نظرا لان هم بقى عندهم رعاه قادرين انهم يكفوا احتياجات الانديه سواء الاهلي او الزمالك ممكن في المنشات ممكن في الحاجات الانشائيه يقدر ان هو يدعم لان دي حاجات هتبقى اصول ثابته بالنسبه للنادي نتكلم عن الرياضه لكن التانية. لكن اه لكن بنتكلم بقى على ان هو سفريات او الحاجات دي كده كده النادي بيقدر يشيلها فانت اوريدي انت كاتحاد بيكون المفروض يكون عندك خطه قصيره خلال الاربع سنين اللي هم عمر الدوره الاولمبيه وخطه طويله الامد ان انت بتقول انا خلال العشر سنين الجايين خلاص انا هبدا ان انا بدل ما انا احتياجاتي من وزاره الرياضه 70% تبقى بعد اربع سنين تبقى 50% طب هو الخطاب ده ولا التساؤل ده ده ما اتقالش مثلا من 40 سنه؟ لا بيتقال وللاسف هو كل حد بيجي صح ولا لا؟ انا بقول لحضرتك هو القصه كلها بس في اتحادات للامانه اشتغلت على ده وقللت الفجوه يعني بدل ما كان هو زي ايه مثلا استاذ زي الخماسي زي السلاح في اتحادات هي زي رئيس اتحاد السلاح كان معانا كريم لما كان بيتكلم بتهيألي هو الطبيعي ان هو كده كده هيكون عنده برضه لان خلي بالك السلاح من ضمن الاتحادات اللي تقدر تقول عليه الثلاث اربع اتحادات في قلب بعض لان هو عنده ثلاث اسلحه ولاد وبنات الثلاث اسلحه دول صغيرين وكبار وناشئين يعني عنده فبتتكلمي في بادجت كبيره جدا بس مع ذلك هو اصلا دور الاتحاد ان هو يبحث عن تنميه موارده ولا المفروض تبقى فيه مخصصات مناسبه لكل اتحاد على حده بما يتماشى مع حجم الانجازات حتى اللي الاتحاد المعني بيحققها. احنا هنا هنروح لنقطه ثانيه بقى ان انت دلوقتي هيبقى اوريدي انت جاي لك حجم مخصصات بس بس اه بس انت قدر اللعيبه اللي موجودين عندك اكبر من القدر اللي جاي لك ده فانت اوريدي انت المفروض يعني لازم قدر اللاعبين مش فاهم عندك لعيبه كتير جدا زي عددهم يعني عددهم ولعيبه كتير مميزين انت شايف ان هم ممكن يكونوا مش نجوم صف اول دلوقتي لكن انت بتبنيهم يعني احنا مثلا من سنتين ثلاثه واحنا عارفين ان في لعيبه كتير جدا في السلاح زي محمد السيد هو مشروع بطل اولمبي حتى لو مش في الاولمبيات اللي جايه في لوس انجلوس 2024 هيكون لعيب مشروع البطل الاولمبي ده لوحده محتاج بادجت يعني انا دلوقتي اخترت الابطال اللي هم مشروع هصرف عليهم بقى ازاي عشان اعدهم كده كده هو انت شغال في نفس ما ده اللي انا بقول لحضرتك عليه انت شغال في نفس الدايره اللي انت فيها النهارده لكن الدايره دي لازم تتسع اللي جاي انت ودي ده من ضمن الاهم الاشياء اللي انت لازم تشتغل عليها هو انت اوريدي ملف الميديا بتاعك هو يعني الاتحادات الرياضيه في الدول المتقدمه الدنيا ماشيه فيها ازاي ماشيه فيها يعني اليه الانفاق مثلا لا 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 هم الدنيا هناك خلاص انت اوريدي يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجه في اتحادات كتير على سبيل المثال كتنس كتنس طاوله هو اوريدي الاتحاد نفسه عنده من القدره الانفاقيه ان هو بقى عنده صاله خاصه بالاتحاد صاله تدريب عنده اكاديميه خاصه بالاتحاد انت بتتكلم على الاتحاد المصري؟ لا انا بتكلم على الاتحادات الاجنبيه اتحادات اجنبيه هو اوريدي الاتحاد نفسه بقى عنده اللي يكفيه هو ماديا بقى عنده اوريدي منشات او نقدر نقول عليها ايه ادوات يقدر يجيب بيها فلوس فدي من ضمن الحاجات احنا بناخد الفلوس الاتحاد عندنا بتاخد الفلوس تصرفها
لان هو اوريدي على اللعيبه، هو ما بقولش ان هو بياخدها بيصرفها في مجال غير انفاقه، لانه لا نحب نعرف، لا لانه كده كده هو في جهاز لو في فرصه في وصولات جهاز مركزي المحاسبات يبقى كلام موجود، ووزاره الرياضه كده كده بشكل دائم بيتم التفتيش على الاتحادات، انت صرفت الفلوس وصرفت الدعم ده. هي القصه مكلفه. احنا كان معانا مره كان مش فاكره برضو طبعا رئيس اتحاد، بس انا متلخبطه كان انهي اتحاد فيهم، فبنساله طيب المعسكر تقريبا يكلف كام الخارجي؟ قال لك حسبها كده 2 مليون. أيوة. فقلنا له لا خليك عسكر عندنا احسن. عشان كده قلت لحضرتك من البدايه موضوع معسكر الخارجيه، لا يعني تخيل معسكر واحد ل يعني منتخب واحد بيكلف تقريبا 2 مليون جنيه. طبعا لا هي تكلفه كبيره. كنت بتكلم مع امين صندوق اتحاد اليد قبل من المعسكر بتاع منتخب اليد، ومنتخب اليد من المنتخبات الكبيره وعنده كل الكلام ده، يعني منتخب اليد مش محتاج حد يتكلم عليه. فمعسكر المانيا بالنسبه له هو عامل له صداع في دماغه، لان انت بتتكلم في عدد كبير من اللعيبه هيسافروا عندهم اقامات لكن هو القصه بقى ان انت هنا رجعنا لنفس النقطه اللي كنا بنتكلم عليها، انجاز الكبير اللي عمله منتخب مصر هو خلاك تتكلف في تذاكر الطيران بس. منتخب المانيا هو اللي طلب انه هو اللي استضيفك، اقامه وعشاء وكل التفاصيل. طب ده وضع استثناء، انت جاي لك دعوه، لكن ما ينفعش مثلا نستغنى عن المعسكرات الخارجيه بدل ما نروح مثلا معسكر خارجي مثلا في المانيا او في انجلترا. طب ايه امكانيه جلب احد الخبراء الالمان او الانجليز يجي هو يعسكر بلعبتنا في مصر؟ يبقى ترشيدا هو واحد ولا المنتخب يجي؟ يبقى شخص هيكون واحد. هيكون ده هو الراجل هيكون جاي يقدم مهمه او يعني وظيفه، يعني يدور المعسكر انجاز التعبير بس يعني. هو هنا هيكون جاي، هل هو بدعوه عشان خاطر يجي ولا يشوف التفاصيل، ولا هو هيكون جاي يشرف على الاداره الفنيه او ان هو يشرف؟ انا بتكلم بفترض بيحصل ده في اتحادات تانية كتير، بس انت عايز المعسكر يبقى فيه وديات. انا هستفاد ايه لما بس خبره من تيجي من نقطه هنا إن عشان اقدر اللعيبه تقيس نفسها، لان هو اللعيب مهما اتدرب انت بيحصل عندنا هنا مشاكل كتير مع ابطال كتير جدا، ان هو بيتدرب مع حد مش في وزنه. يعني مثلا على سبيل المثال يعني عبد اللطيف منيع بطل العالم في المصارعه الروماني، هو كده كده الراجل عنده مشكله انه ما عندوش حد بيقدر انه، فبيجي مين؟ حد اقل منه في الوزن، فهو ما فيش تكافؤ بين الاثنين لعيبه. او انت عندك لعيب نفس وزنه بس ما عندوش الخبرات اللي تخلي عبد اللطيف يكتسب او على الاقل يثقل خبراته اللي ان هو كده كده انا حاسس ان انا بقيس مستواي النهارده انا رحت فين. لكن انت كده كده طول ما انت بيتجرب، هو بيجرب نفسه مع حد اقل منه، ما مش هيتطور، مش هيلاقي نفسه بيروح لشكل افضل يعني. فالموضوع محتاج تفاصيل كتير ومحتاج شغل بشكل مختلف لفتره زمنيه طويله. ساعتها هيكون انت اوريدي انت متشاف كاتحاد بشكل كبير، الناس شايفاك، فهتلاقي الرعاه نفسهم بيبداوا يجوا لك، يبداوا يتكلموا مع ابطالك، عايزين يشوفوا لك. لكن للاسف احنا عندنا اتحادات في مصر ما اكنها بتعمل في السر، يعني هو شغال مش عايز حد ياخد باله او يركز على الانجازات اللي هو بيعملها. ازاي هو ده امر واقع والله. يعني هو مقفل على مقفل على اللعيبه يعني ايه الدنيا دايره؟ احنا بنتفاجئ ان عنده لعيبه مسافره بتلعب. ليه هو مفيش حد بيتابع الاتحادات المختلفه ولا ايه؟ لا ما هو قصه المتابعه كوزاره، ما هي بتتابع وعارفه مين اللي مسافر وعنده انا بتكلم علينا احنا. ما هو انت هيجيلك معلن ازاي من غير ما يكون الميديا شايفاك؟ يعني من غير ما انت تكون النهارده انت بتتكلمي عن لاعب وليكن يعني في التجديف، في الكانوي، في رفع الاثقال، في اي رياضه من ضمن لعيب الاتحاد ولا لعيب الاعلام ان هو اللي مش بيغطي؟ كده كده الاعلام بيحاول على قد ما يقدر ان هو يدور في كل المجالات المختلفه دي، لكن في بعض بعض الاتحادات هي بتسافر وبترجع من غير ما حد يعرف ان هو لا سافر ولا رجع. يعني في معضله ان كرة القدم بصفة خاصة هي معشوقة الجماهير في العالم كله. مزبوط. وبطبيعة الحال بتبقى واخدة النصيب الاسد ده حقيقي من اي موارد جاية. طب نغير الواقع ده ازاي بحيث ان ما يبقاش معانا اتحادات مظلومة او رياضات مظلومة؟ التغير يعني نغير اهواء الناس بمعنى اصح ازاي؟ بص يا استاذ كريم، انا عايز اقول لحضرتك على حاجة عشان نكون منصفين. انا من اول ما بدأت يعني الكلام ده من 12 13 سنة كده كنت بحارب عشان يبقى الالعاب الاخرى ليها مكان على الساحه والناس شايفاها والناس تهتم بيها
ده انا بكلم حضرتك في الالعاب الثلاثه الكبار. أيوه. بعد الكوره سله وطايره ويد. أوكي. احنا دلوقتي بنحاول ان كل الاتحادات الثانيه تبدا انها تبدا تاخد نفس الشكل او نفس الدور اللي واخداه بقيه في دور عليك انت كاتحاد، وفي دور على على الصحافه كصحافه، وفي دور على المعلن نفسه اللي هو اللي هيبدا انه هيبدا شايفك فهيجي يقول لك طيب انا عارف ان انت كلعبه ما عندكش جماهيريه. يعني انا ما هو المعلن عشان يجي يكون شريك معاك في ان هو يشيل معاك في تكاليف لعبتك هيقول لك حاجه من اتنين، يا اما اللعبه دي بتتشاف بشكل كبير يعني انت بيتزعلك ماتشات بيتزعلك مباريات الناس هو بالنسبه فعلا اذاعه الماتشات والمباريات فين؟ ده ما بيحصلش ليه اصلا؟ لا احنا لو هنتكلم احنا بامانه قناه الاهلي يعني مش ليها سبق ليها مساحه كبيره جدا في انه لا انا ما اقصدش قناه الاهلي تحديدا على الميديا بشكل عام الميديا والصحافه والبث لا يعني هو ده بيحصل بس في اتحادات اوريدي نفسها هي رافضه فكره انه تبيع منتجها ببلاش يعني انها الله ما انا لسه هقول لحضرتك على حاجه انت انا واحد من الناس كنت شاهد على التجربه بتاعه اتحاد الباسكت عشان واحد برضو يكون امين كل الاتحادات يعني فوق دماغنا وعلى راسنا بس اتحاد الباسكت من ضمن الاتحادات اللي اشتغل ببلاش للقنوات والمواقع والحاجات كتير جدا عشان هو كان في دماغه فكره تانية هو انا عايز ان انا ابدا اسوق للعبتي او ان انا ابدا اخلي لعبه دي محترم ليها فبدا ان هو خليها شعبيه حضرتك عايز تذيع الماتش الفلاني اتفضل ولا ما بيتكلمش مع اي قناه ولا في بند اعلاني ولا في لغايه لما يقف على رجليه وهم اللي بيجي له ما ده الصح هو بعد كده بقى عنده بدل المعلن ثلاثه بدل المعلن في ارض الملعب ثلاثه طب والتجربه دي ما تستنسخش في اتحادات قلنا كده والله كتير جدا احنا عانينا مع اتحادات مش الواحد مش عايز يسمي بس اتحاد باسمي يعني عشان الفتره الجايه هنبتدي نسمي بس للاسف طالما مش راضيين ايه انتوا يا جماعه اشتغلوا على ده لان هو ده هيبقى بالنسبه لك كنز انت النهارده ممكن تكون بتقول انا ماشي قناه فلان فلان هيجي يذيع طب انا كسبان ايه من وراء اذاعتك للمباراه ما انت هتبص النهارده تحت رجلك مش هتكسب بكره انت بكره انت المعلنين دول بقوا شايفين ان هو انا بحط الاعلان بتاعي في ارض الملعب تسويقي كده يتدخل في الملف ده كده ويقول قوله كل اتحاد لازم يكون عنده حد يكون بيقدر ان هو عنده فكر تسويقي يقدر ان هو يشغل له الدنيا بشكل مش تقليدي لان انت لو هتشتغل بشكل التقليدي تعرف لو كل اتحاد مثلا بيدور على حد من الناس المشهوره كان بيلعب مثلا اللعبه دي وجاي بعد كده عزمه في بطوله او في ماتش واتذاع مثلا انت سلطت الضوء اهو ببلاش ما هو ده بيحصل مثلا فين بيحصل عمري ما سمعتها لا والله لا بامانه عشان الواحد يكون يعني خلينا نفكر في اللي هو حاجات مش هدفع جنيه وفي نفس الوقت هتعمل لي ماركتنج حلو ما ممكن تعمل لك ماركتنج لحدث او ما هو ده اللي بتكلم ما هو ايفنت في ايفنت يجيب انا عايز انت لما تبقى بتتكلم لاستراتيجيه طويله عشان بعدها انا لما اجي اقول لحضرتك انه وات ايفر اتحاد الباسكت بكره خلاص هو شكرا مش عايز البادجت بتاع اتحاد بتاع وزاره الشباب والرياضه ليه انا بقى عندي من المداخيل اللي تكفيني ان انا عمر ما في اتحاد هيقول لك شكرا لا والله ليه خليني بس اقول انت بتتكلم كلام ولا واقع لا لا والله مستحيل يعني. اي فلوس هتيجي طبعا هتبقى مهمه بالنسبه لهم اصرفها احسن ما طب ما هي كده كده ما الوزاره ما هي بتشوف ما هي انت مش تعمل عقود رعايه غير تحت مظله هي عقود الرعايه بتيجي اكتر للفرق او الالعاب الجماعيه ولا الفرديه ده طبعا بدون نقاش الالعاب الجماعيه الجماعيه الالعاب الجماعيه عشان نكون امنا اهلي وزمالك فهو اي معلن جاي في اهلي وزمالك ما هو في اهلي وزمالك يعني في جماهيريه أيوة في شعبيه في بس مين اللي بيحصد لي بطولات اكتر الفردي ولا الجماعي؟ لا طبعا بدون بقى نقاش الفردي طب يا جماعه انت بتجاوبني في حته والواقع في حته انا بقول لحضرتك المعلن هدفه الانتشار انتشاره هيكون عن طريق الالعاب الجماعيه انا بشوف العكس بس في نفس الوقت ما انا لسه هقول لحضرتك في نفس الوقت هو لو هيدور على انجاز ما هو هنا فكره بقى تانية دي ممكن مش عايزه حلقه ده عايزه فيلم اصلا لوحده تاني خالص انه انت بتدور على انهي مكسب صناعه البطل يعني انت ما انت ممكن انا كسبونسر مش صناعه بطل طبعا عايز المكسب يبقى خلاص هروح على الجماعي وخلاص لكن في ناس تانية بتكون ده هيرجعنا في الاخر عارف ليه لبرضه نفس المعضله الازليه فكره ان اهواء الناس هي اللي بطبيعه الحال بتوجه المعلنين يعني هي اللي بتقول لهم اعلنوا فين من غير ما يضطروا يقولوها بشكل بتتقال بشكل ضمني يعني فمن هنا لازم يبقى في مجموعه من الافكار
الغير اعتياديه بره الصندوق اللي تمارسها او تنفذها الاتحادات المختلفه عشان يبقى في فرصه او حتى بلاش فرصه شبه تنميه موارد. ده والله يعني يا ريت. واقول لك على حاجه واتمنى ده يحصل وحصل قبل كده مصر حصلت مره واحده هنختم بيها يعني عشان الوقت انا عارفه في رمضان مثلا انا اتمنى في يوم من الايام نلاقي رمضان مره في سنه مش بيعمل الاعلانات الممثلين خلاص اصل الممثل ده النهارده بيعمل الكومباوند ده تاني يوم خلاص ما يعني انا مش هروح اشتري عشان الممثل برده راح ما يعني على فكره هو كيرز يعني مع احترامي الشديد انا دلوقتي لو جيت استعملت الابطال بتوعي دول حتى في اولمبياد طوكيو فاهم قصدي يا كريم هتلاقي الموضوع اختلف ابتدي حتى لو الناس مش عارفاهم اكتب اسمه تحت ده بطل مصر في كذا دي بطله مصر في كذا اعملوا انتوا الاعلانات هم هيستفادوا وانت هتستفيد والمجتمع هيستفيد على فكره كلنا يعني بجد ولا الممثل اللي يستفيد لا 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 ده حقيقي خلاص بقى يعني كفايه هو الممثل وانا محتاج فلوس وانا محتاج شهره اصلا ولا احنا عايزين بصراحه يعني ما حدش مش قصدنا حاجه لا انا شايف الكلام عمال يتقال والممثلين ممثلين وعمال الكلام عمال يتلقح في النص وانا خلي بالك انا دوري ان انا اصلا ارد على الكلام اللي بيتقال لا اكيد طبعا بس هو عشان النيه اللي وراه مفهومه هي فكره ان انت فعلا انا عمري ما تخيلتك كممثل ممثل مش عارف يعني ان انت تلقي عليها الضوء عندنا ابطال في مجالات مختلفه لكن ما خلي بالك برضو ده هيرجعنا ثالث مره لفكره ان الناس واهواء الناس واختيارات الناس وتفضيلاتها هي اللي للاسف الشديد ليها اليد العليا في مساله توجيه جهات الانفاق انجاز التعبير فده وضع لازم يتغير لمصلحه الرياضه المصريه ولازم سريعا مش بس ده حقيقه لان انت الايقاع والحركه حوالينا اسرع بكتير مما احنا بنتحرك يعني كل دول العالم واخده الرياضه بالنسبه لها يعني في مصاف اهتماماتها احنا الدوله نفسها انه ده يحصل بس بالزبط. بس تحرك الناس وراها مش بنفس ده. كيفيه تطبيقه نورتنا وبلف شيق وانا بحب جدا اتكلم فيه وان شاء الله لسه هتكلم فيه الحديث بقيه لان ملف اعتقد مش هيتحل في يوم ولا في سنه محتاج زي ما انت قلت لونج تيرم وشورت تيرم بلان وثقافه تتغير زي ما انا اتكلمت في اخر نقطه قلتها شكرا ليك جدا الله يخليك الله يخليك اشكرك على وجودك معانا وان شاء الله نلتقي على خير قريب باذن الله ان شاء الله